أريد أن أبين للسادة المشاهدين والمستمعين أن الدين الإسلامي يعني له كليات عظيمة. يعني لا ليس من الضروري أن ينص بأن هذه الألعاب وهذه المفرقعات هي حرام، لا، بل المفتي يتعامل مع هذه المستجدات بأشياء كلية، حيث الإسلام جاء لتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. هذه الألعاب في حد ذاتها إن كانت يعني وإن كان يعني لا تشكل خطر فهي تحتوي على ثلاثة محاذير شرعية نبينها كالآتي. وهي أن الإنسان يعرض نفسه للخطر، والأب يعرض ابنه للخطر، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهذا الأب يضيع أبناءه وعائلته. ولعل الأستاذ علي يروي لكم فيما بعد قصة الطفل الذي كان يدرس ويذاكر فأراد أبوه أن يدخل السرور عليه وجلب له هذه المفرقعات فحصل المكروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الآخر وهو المال الذي يهدر في غير حق وفي غير قنواته، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، نهى الله سبحانه وتعالى أن يصرف المال في سفه وأن لا يعطى ويوضع في أيدي السفهاء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل أنفقه على الفقراء، هل أنفقه على المساكين، وهل سد احتياجات الأرامل واليتامى، بل هل أنفقه على نفسه بما يعود عليه بالنفع. هذه أسئلة من أسئلة يوم القيامة حول أن تجاوب عليها في الدنيا قبل الآخرة. يأتي الأمر الثالث من هذه المحاذير أن هذه الألعاب ضارة ومحرمة لما فيها من إزعاج للناس وأذيتهم، خاصة إذا كانت في الليل المتأخر حيث توقظ النائم وتبكي الطفل وتزعج المريض والكامل.